الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حضرات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا ريهام معاكم قناة فيرست اونلاين. طبعا بنزلكم كل يوم منتجات جديدة جايبالكم النهاردة. منتج حلو قوي زي ما انتم شايفين معانا كده، وهي المرتبة الهوائية لعلاج قرحة الفراش. المرتبة دي جميلة جدا وحلوة قوي، وكمان من احدث الطرق لعلاج قرحة الفراش زي ما انتم شايفين حضراتكم. مهمة جدا من الادوات المستلزمة الطبية، حلوة جدا طبعا، مهمة جدا للناس اللي بتعمل عمليات جراحية، الناس اللي عندها كسور، تعبانة، الحالات الحرجة. المرتبة دي حلوة جدا وجميلة جدا كمان في الاستخدام، ومريحة جدا وهتخفف معاك اي الم كمان في بعد العمليات. مناسبة جدا لكبار السن والناس دايما اللي بتعاني من الام العمود الفقري وعندها دايما الام مزمن، وبالذات في الاخص كمان في فقرات العمود الفقري. المرتبة دي جميلة جدا وحلوة قوي وجودتها عالية زي ما انتم شايفين معانا. موجود منها انواع كتير، بس النوع ده ممتاز جدا، التكنولوجيا بتاعته عالية، من احدث الانواع اللي نازله كمان. سوبر كير زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، جميله جدا وحلوه قوي. المرتبه دي للناس دايما اللي بتعاني من الام العمود الفقري، او عندها تعب مثلا، بتروح الشغل بتقعد فترات طويله، عندها مثلا روماتيزم. المرتبه دي جميله جدا وحلوه قوي، هتقضي معاك تماما على كل الالم ده، وكمان هتقضي معاك على الروماتيزم. الناس اللي عندها روماتيزم والام في العمود الفقري، تعالوا نشوف معانا شكل المرتبه من الداخل. نشوف الموتور بتاعها، الكواليتي بتاعها حلو قوي زي ما قلت لحضراتكم. كتالوج في شرح وكلام كل حاجة، ده شكل الكتالوج معانا زي ما قلت لحضراتكم. طبعا معانا ضمان لسنين كتير قدام، بقاسم اكتر من 5 سنين تستحمل معاك واكتر كمان، لانها صحية وامنة، وطبعا اطباء بينصحوا بيها للناس دايما اللي بتعمل عمليات جراحية، عمليات كبيرة. وده شكل المكتبة معانا بالشكل ده. طبعا المكتبة دي بتتم تنفخيها، تقدر تستخدميها، والاحسن كمان انك تحط تحتها حاجة اسفنج وتغطيها بملاية قطن جدا عشان تريح معاك، وتريح مع الناس المرضى والناس اللي ايه اللي دايما عندها مرضى في، والناس اللي دايما بتعاني من الام العمود الفقري وعندها الام مزمن دايما في فقرات العمود الفقري زي ما انتم شايفين حضراتكم. وده شكل الموتور معانا بالشكل ده، حلو جدا ومن احدث الطرق في علاج قرحة الفراش. جميل قوي وحلو قوي معانا بالشكل ده، والتكنولوجيا بتاعته هايله وجودته عاليه، جودتها عاليه وجميله جدا في الاستخدام وهتريح معاكي. طبعا الاطباء عارفينها والمرتبه دي مشهوره وموجود منها انواع كتير، بس النوع سوبر كير ده انضف واحلى نوع، كمان من احدث المراتب اللي نازله جديده، ومعاها الموتور بتاعها ممتاز جدا. الموتور بتاعها قوي وحلو قوي، تقدر تستخدميها وتنفخي المرتبه تستخدميها بشكل كويس للناس اللي عندها دايما مرضى، او الناس التعبانه، وبالاخص الناس اللي هم كبار السن لما بيعانوا من اي الام في جسمهم، هتقضي معاهم تماما على اي الام في جسمهم، سواء الام العمود الفقري او الروماتيزم، الام الكتف، اي حاجه هتريح معاكم تماما. مرتبه جميله جدا وحلوه قوي، انصحكم باستخدامها لانها صحيه وامنه وطبيعيه، وكمان استخدامها مريح جدا وسهله وبسيطه، انصحكم باستخدامها، جميله قوي. طبعا لو في اي استفسار او في اي حاجه تقدروا تسيبوا لنا كومنت اسفل الفيديو، احنا هنتواصل معاكم، او تتواصلوا معانا على الرقم ده 010-992-89947. فمنساش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. طبعا عندنا شحن داخل وخارج مصر وشحن كل المحافظات. وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.